نص الاسكمو اللي بنحطه بالثلاجه نص بيطلع ايش يعني ضارب يعني سايح. طب ايش نعمل فيه؟ طب احنا كيف نتعامل مع سحب الاسكمو؟ انا بقول طب احنا بنقول كل اسكمو طيب جامد، طب ايش زين من في المرجع؟ بقول لك يعني خسائر 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 كثير. مرحلة الكهرباء عندنا قاتلة جدا، يعني احنا في مرحلة 8 ساعات شغل و8 ساعات قطع، وخلال 8 ساعات اللي الكهرباء موجودة فيهم كمان بتقطع لها كمان ساعتين ثلاثة، يعني ما يعادل في النهار بتجينا 5 ساعات الكهرباء.